أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، ونبدأها بالعناوين. قائد مقاومة عتمة يكشف لموقع 26 سبتمبر: في طريقنا إلى مأرب مررنا على مناطق الميليشيا وكنا مستعدين للمواجهة. صحيفة إماراتية تتحدث عن تمكن الجيش الوطني من تأمين منطقة عازلة لحماية المدنيين بصنعاء. وفي أكثر الأخبار قراءة: الحكم على إماراتي بتنظيف الشوارع 3 أشهر بعد قيادته سيارة بسرعة جنونية. أهلا بكم. في ذكرى اعتقاله الثانية يعنون موقع عدن الغد: نجل وزير الدفاع يكشف عن تخاذل حكومي ودولي صادمين تجاه والده ورفاقه الأسرى. وقال الموقع إن النجل الأكبر لوزير الدفاع الأسير اللواء محمود الصبيحي كشف عن تخاذل الحكومة الشرعية وتراجع المجتمع عن قراراته الأممية الخاصة بالإفراج عن والده وبقية المعتقلين العسكريين والسياسيين في سجون الميليشيات الانقلابية. وعبر عبد الوالي محمود الصبيحي عن استغرابه لكل ذلك الصمت والتجاهل إزاء قضية والده الأسير وبقية المعتقلين وعدم ضلوع الحكومة بواجبها في التحرك للإفراج عنهم أو ممارسة ضغوط على الميليشيات الانقلابية لاحترام مواثيق وبنود القانون الدولي في التعامل معهم كأسرى حرب. كشف قائد المقاومة الشعبية في عتمة عبد الوهاب معوضة عن طريقة طريقة وصوله إلى مأرب، وقال لموقع 26 سبتمبر أنه مر خلال رحلته عبر مناطق تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وكان جاهزا مع من رافقه لمواجهة أي طارئ. وقال في حوار مع 26 سبتمبر الصادرة عن هذا الأسبوع أن انسحاب مقاومة عتمة كان سببه الحصار الخانق الذي فرضته الميليشيا الانقلابية على المديرية من جميع الجهات، وكذلك نقص المواد الغذائية ومشكلة الجرحى ونقص الأدوية. وأشار إلى أن الميليشيا الانقلابية قامت بعد الانسحاب بتفجير 20 بيتا لقيادات في المقاومة، في حين تضرر 60 منزلا نتيجة القصف العشوائي للمنازل. وأكد معوضة أن الحرب فرضت عليهم بسبب الانتهاكات والتعسفات التي طالت أبناء المديرية من قبل الميليشيات الانقلابية ونقضهم للعهود والاتفاقات، ولم يكن أمام أبناء عتمة إلا خيار المواجهة والتصدي للانتهاكات الميليشيات بحق أبنائها. هذا هو ندائي ونداء اللحظة الراهنة: لن تجنوا شيئا من الإحباط. هكذا يقول وسام محمود في مقاله المنشور في الاشتراك نت، مضيفا في بعض أجزائه: هل اعتقدنا حقا أننا قد أسقطنا منظومة القهر؟ هل اعتقدنا أن لديهم تلك الطيبة التي ستجعلنا نحتفل بالنصر لمجرد أننا ضحينا بكل تلك الدماء العزيزة، بينما لديهم ما يكفي من الأموال والسلاح والألاعيب التي تجعلهم قادرين على تحطيم حياتنا المرة تلو الأخرى وإسالة أنهر من الدماء؟ ليس لأننا لم نحسب لهذا كله، ولكن لأننا نعتقد أنه قد فات الأوان. يا لسذاجتنا عندما نتوقف عن الإيمان بالشعب. تعالوا نتقاسم الحزن والمرارات، تعالوا نقتسم ما تبقى من فرح، تعالوا على الأقل نقرر كيف نخسر في المرة القادمة حتى لا ننصدم. المعركة تبدو طويلة، أما الأزمة فهي أعمق، ولا يمكن لطاقة الاكتئاب المتوفرة في كل العالم أن تسعفنا لمجاراتها بدلا من الهروب. تعالوا نفكر في كيفية صناعة عالم لا يولد الرغبة في الهرب. أليس هذا أفضل؟ موقع المصدر أونلاين عنون في صفحته الرئيسية: انتهاكات الحوثيين في بلدة الخوخة اليمنية مأساة تغيب عن تقارير المنظمات الحقوقية. وقال الموقع: لم تحتفل عائشة محمد بعيد الأم يوم 21 من مارس الجاري، لقد كانت في غيبوبة إثر الزج باثنين من أبنائها في المعتقل في قصة مؤلمة تعطي لمحة عن انتهاكات تحالف الحوثيين والرئيس المخلوع صالح، والتي تغيب عن تقارير منظمات محلية ودولية. وبحسب شهادات أدلى بها سكان محليون في بلدة الخوخة الساحلية بمحافظة الحديدة غرب اليمن لمراسلي المصدر أونلاين، فإن الحوثيين اقتحموا منزل نصر قبيلي
يوم 19 من مارس، واعتقلوا 2 من أبنائه، هم يحيى 20 عاما ويوسف 25 عاما. وأفادوا بأن 10 مسلحين حوثيين مدججين من الأسلحة داهموا منزل قميلي لاعتقال الشابين بتهمة تعاطفهم مع المقاومة الشعبية وتحسبا لانضمامهم للقتال بجانبها. ولم تشفع توسلات الأب ولا دموع الأم. تعرض الشابين لاعتداءات بعقاب البنادق، وتم اقتيادهما إلى مركبة عسكرية ومن ثم إلى المعتقل. إلى موقع الاشتراك نت، والذي عنونا في صفحته الرئيسية: مدير مستشفى الثورة بصنعاء يوجه بمنع دخول أحد موظفي المستشفى. وقال الموقع إن مدير هيئة مستشفى الثورة بصنعاء والمعين من قبل ميليشيات صالح والحوثي أصدر توجيهات تقضي بعدم دخول أحد موظفي المستشفى. وقال مصدر في المستشفى للاشتراك نت أن مدير الهيئة محمد المنصوب أصدر توجيهات بمنع دخول الموظف قيس الفائق المستشفى، وكانت ميليشيات الحوثي أحالت الفائق ومعه آخرون من كادر المستشفى للنيابة جراء استمرارهم بالإضراب للمطالبة برواتبهم. تحت عنوان الحوثي وثقافة البسج، علق الكاتب غمدان أبو أصبع على الخطاب الأخير لزعيم الميليشيا الانقلابية بعد عبد الملك الحوثي، الذي تضمن دعوات لفصل موظفينا واعتقال من وصفهم الحوثي الطابور الخامس والدواعش والمرتزقة. يقول الكاتب: شبهات القتال وليس في صنعاء، فمن يطالب الحوثي ويقف ضده في مناطق سيطرته هم من ادعى الحوثي أن اجتياحه صنعاء من أجل تخليصهم من 500 ريال أقرتها حكومة باسندوة. ومع ذلك لم أجد في نفسي أي نوع من الاستغراب في ظل ثقافة الحوثي الممتدة من ثقافة البسيج الإيراني. فالبسيج هو الجهاز الأمني الذي يقمع به نظام الملالي معارضيهم في طهران، وما خطاب الحوثي إلا مقدمة لإنشاء جهاز أمني مهمته قمع كل من يطالب بآدميته وحقوقه كمواطن يقيم في صنعاء وليس مقاتلا يقاتل في جبهات القتال. ورغم أن خطاب الحوثي لم يأتي بجديد كعادته، إلا أن ما أثار غرابتي هو وصفه لمن ادعى يوما اجتياحه صنعاء لإنقاذهم من الفساد واستعادة حقوقهم المسلوبة، كما يزعم من حكومة باسندوة، ليصفهم في خطابه بالطابور الخامس، مع العلم أن الطابور الخامس هو من يرتبط بأجندة إقليمية ويعمل ضمن أجندتها، وليس من يطالب بمرتباته التي نهبت تحت مسمى المجهود الحربي. حقيقة لا أدري هل الحوثي يجهل أو يتجاهل أن كل صاحب صوت هو مواطن بسيط لا علاقة له بالنظام السعودي ولا بمشروع ولاية الفقيه الإيرانية، وكل همه استرداد راتبه ووظيفته التي يقتات منها هو وأبناؤه. في مهرجان مسرحي هو الأول منذ بداية الحرب، يعنون موقع مسند للأنباء موضحا أن تعز تتمسك بثقافتها رغم الحرب وتحتفي بيوم المسرح العالمي. وقال الموقع: أحيت قافلة التحدي بتعز برعاية محافظ تعز ووزير الثقافة يوم المسرح العالمي بمهرجان مسرحي حمل عنوان تعز ثقافة محاصرة بالحرب، تأكيدا على تمسك المدينة بثقافتها رغم الحرب والحصار المستمرين منذ أكثر من عامين. وشهد المهرجان الذي احتضنته قاعة جامعة السعيد فقرات فنية ومسرحية جسدت واقع مدينة تعز في ظل الحرب التي تعيشها واستمرار الحصار وتدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية التي تهدد المدينة بوضع مأساوي. وأوضح عبد الخالق سيف رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان أهمية دور تعز الثقافي في زمن الحصار والحرب، وأهمية أن تقيم تعز مثل هذه الفعاليات في هذه الظروف الصعبة لتأكيد كونها مدينة الحرف والثقافة ومدينة الحب والسلام، وأنها ستستعيد دورها وحضورها رغم أنف الحرب ومن يشعلها. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، قوم معنا. مجددا نرحب بكم. وصفت صحيفة العرب الجديد المطلوب الأمني الذي ألقي القبض عليه في حضرموت بأنه الرجل الثاني بتنظيم القاعدة في حضرموت. أفادت مصادر محلية بمحافظة حضرموت شرقي اليمن باعتقال قيادي بارز في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خلال عملية أمنية
نفذتها قوات خاصة. أوضحت المصادر للعرب الجديد أن قوات خاصة نفذت عملية في قرية نائية بوادي عدم في وادي حضرموت، وتمكنت من اعتقال القيادي في تنظيم القاعدة المكنى بأبو علي الصيعري. ووفقا للمصادر فإن الصيعري يعتبر الرجل الثاني بتنظيم القاعدة في حضرموت، وهو من المطلوبين للسلطات اليمنية والأمريكية، واشتهر بتنفيذ عمليات لإعدام جنود في عام 2012، كما تتحدث بعض المعلومات عن حملة الجنسية السعودية إلى جانب الجنسية اليمنية، أو حمله الجنسية السعودية إلى جانب الجنسية اليمنية. تتحدث صحيفة الخليج عن منطقة أسمتها منطقة عازلة لحماية المدنيين بصنعاء، وقالت نقلا عن أحد القيادات العسكرية بالمنطقة العسكرية السابعة في الجيش الوطني اليمني أن قوات الشرعية والتحالف تمكنت من فرض منطقة عازلة لسكان محافظة صنعاء في منطقة المخنق بمحافظة صنعاء بالتعاون مع قبائل داعمة للشرعية بمناطق الحزام الأمني للعاصمة. وأكد العقيد راشد أحمد صالح الكول أن قوات المنطقة العسكرية السابعة بالجيش الوطني تمكنت من تحرير التبة الحمراء التي تعد أعلى تبة مطلة على العاصمة بعد جبل منارة بنهم الذي حرر بشكل كامل من الميليشيات الانقلابية. وعن جبهة أخرى قالت الصحيفة أن قوات الجيش الوطني بمحور البقع شمال محافظة صعدة أحبطت محاولات تسلل الميليشيات الانقلابية إلى مواقع لواء فتح في جبهة ثأر صلع. حذر خبراء ومحللون استراتيجيون في معهد إنتربرايز لأبحاث السياسة العامة الأمريكية من اعتزام إيران تزويد ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بقدرات عسكرية أكثر تقدما تشمل مستشارين من قوات غير إيرانية موالية لها، وذلك لمواجهة الضغط العسكري المتزايد الذي تفرضه قوات الشرعية اليمنية بدعم من التحالف العربي. وأكدوا في تقرير نشرت صحيفة الاتحاد مقتطفات منه أن زيادة التدخل الإيراني ستطيل الحرب في اليمن وتجعل الصراع أكثر طائفية، علاوة على تفاقم الأزمة الإنسانية والسماح لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بتوسيع نفوذه داخل اليمن. وأشار التقرير إلى أن إيران تعمل على نشر قوات بالوكالة في اليمن ضمن تطويرها شكلا من أشكال الحرب الهجينة التي من شأنها أن تسمح لها بعرض قوة كبيرة بعيدة عن حدودها. الكاتبة مينا العريبي وفي مقال لها في جريدة الشرق الأوسط تحت عنوان القمة الضرورة، أكدت حاجة العالم العربي لمحاولة رأب الصدع على الأقل في بعض الملفات الشائكة، وتابعت قائلة: هذه القمة الأولى التي يحضرها الرئيس اللبناني ميشيل عون بعد سنوات من غياب رئيس لبناني بسبب التعطل السياسي في البلاد، والمشاركة المرتقبة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من شأنها أن تعمق التعاون بين الأقطاب اللبنانية السياسية. أما رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فمن المرتقب أن يشارك في القمة بعد أيام من انتهائه من زيارة عمل إلى واشنطن جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحضر خلالها اجتماع تحالف مكافحة داعش. أما أزمة سوريا التي ما زالت عضويتها في المنظومة العربية معلقة منذ 6 سنوات، فطرحها مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا على هامش القمة لن يخرج بنتيجة جديدة، إلا أن وجوده في القمة مهم، إذ من الضروري أن يعاد الصوت العربي إلى جهود حل الأزمة السورية التي تسعى إيران وروسيا إلى الانفراد بمعالجتها فيما يخدم مصالحهما. ستراقب طهران تفاصيل القمة بحذافيرها بحثا عن أي خلافات عربية يمكن استغلالها ودفع حلفائها في دول عربية إلى عدم تحقيق أبسط معايير الانسجام في قضايا جوهرية. ولكن التطورات في بغداد وبيروت خلال الأشهر الماضية قد تمثل فرصة لحرمان طهران من هذا الطمع، كما أن مشاركة مفدين للرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين يدل على أهمية هذا التجمع العربي. قالت شبكة البي بي سي معلقة حول القمة العربية التي تنطلق أعمالها اليوم في الأردن أن الرغبة في تفعيل الدور العربي حيال الأزمات التي تشهدها المنطقة أمر أكدت عليها الاجتماعات التي سبقت القمة وخطابات وتصريحات مسؤوليها.
بيد أن خلافات الدول العربية بشأن القضايا التي تعصف بالمنطقة في سوريا واليمن وليبيا تطرح تساؤلا عن كيفية الوصول إلى الحد الأدنى من الاتفاق بشأنها. وأضافت الشبكة: القضية الفلسطينية تعود إلى مقدمة القضايا المطروحة في هذه القمة، بينما تتجه أنظار القادة نحو أمريكا وإدارتها الجديدة، والتي وعد رئيسها إبان حملته الانتخابية بنقل سفارة بلاده إلى القدس. وتتضمن القرارات التي ستعرض على القمة متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، إضافة إلى قرار يدين التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية حسب وصف القرار. إلى أحد الأخبار الأكثر تعليقا في صحيفة الإمارات اليوم، والذي جاء بعنوان: إلزام شاب بتنظيف الشوارع 3 أشهر وتغريمه 17,000 درهم. وقالت الصحيفة إن النيابة العامة لتدابير الخدمة المجتمعية في أبو ظبي أمرت بإلزام أحد المواطنين بتنظيف الطرق والميادين العامة لمدة 3 أشهر تنفيذا للحكم الصادر عن محكمة أبو ظبي بإلزامه تأدية الخدمة المجتمعية لمدة 3 أشهر، إضافة إلى تغريمه 17,000 درهم وسحب رخصة قيادته لمدة 3 أشهر. وأتت هذه الأحكام بعد إدانته بتهمة القيام باستعراضات جنونية وقيادة سيارته من دون لوحات وعدم مراعاة الأحوال الجوية الممطرة، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر وعدم التوقف دون عذر مقبول عند تسبب في حادث. وفي الأخبار الأكثر قراءة في الصحف العربية، عنوان الصحيفة: القدس العربي، فنادق سويدية تقدم تعويضات للأزواج في حال انفصلوا خلال السنة التالية على إقامتهم فيها. وتقول الصحيفة إن مجموعة الفنادق السويدية كوانتري سايد عرضت دفع تعويضات للأزواج الذين ينفصلون خلال السنة التالية على إقامتهم فيها في مبادرة هدفها إظهار أهمية الاستثمار في العلاقة قبل فوات الأوان، وللحصول على التعويض من الفندق عن المبلغ التي دفعت فيه يكفي أن يحصل الزوجان على رقم الحجز، وفي حال انفصلا في السنة التالية هو أمر مستبعد، يكفي أن يخبر الفندق لينال التعويض والذي يقدمه القصوى تكاليف ليلتين من الإقامة الفندقية، ويشترط أن يكون للزوجين عقد زواج قانوني وأن يقيما في الغرفة نفسها. وقال المتحدث باسم الفندق: نلاحظ منذ وقت طويل أهمية كسر الرتابة بين الزوجين وتخصيص وقت ليهتم كل منهما بشؤون الآخر، معربة عن أملها في أن تساهم هذه المبادرة في الحفاظ على عدد من الزيجات. تحظى القمة العربية 28 التي تنطلق اليوم في منطقة البحر الميت بالأردن باهتمامات متفاوتة من الصحف العربية، نرصد منها نماذج مما جاء في أبرز أعمدة الرأي. فتحت عنوان تطلعات المواطن العربي، جاء في الكلمة الافتتاحية لجريدة الرياض: تطلعات المواطن العربي في صلب جدول أعمال القمة وبنودها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والأمنية. تلك البنود في مجملها تمس احتياجات المواطن العربي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، تمس الأمن القومي العربي الذي هو هاجس في هذه المرحلة من تاريخ الأمة. فأمننا القومي يحتاج إلى دعم من جميع الدول العربية لأنه يمسها ويمس أمن مواطنيها. فالأزمات المتلاحقة التي ضربت دولا عربية ولا زالت تحتاج إلى أكثر من وقفة جادة للتعامل معها، كون تأثيرها سيمتد حال استمرارها إلى جميع دول المنطقة لا قدر الله. وهذا أمر يضعه قادة الأمة العربية نصب أعينهم ويعطونه جل اهتمامهم. وفي ظل الأوضاع غير المستقرة في دول عربية، فإننا نحتاج إلى معالجة تلك الأوضاع داخل البيت العربي دون إملاءات خارجية، حيث أننا أدرى بشؤوننا كعرب ولدينا القدرة والمقدرة على التعامل مع جميع الملفات والقضايا التي تعنينا في المقام الأول. الأوضاع غير المستقرة انعكست بالسلب على دوران عجلة التنمية التي نحتاج ونطلب، وأثرت على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من أجل ذلك ستسعى القمة إلى بلورة مفهوم العمل العربي المشترك وتفعيله بالصورة المرجوة.
اعتاد على عسكول تتبع حبات الغبار المتطاير من تحت أقدام اللاعبين في حضرموت، ويعرف بين زملائه بأنه مصور الغبارات أو الغباريات في المدينة، حيث يعتمد تصوير تداخل الغبار مع ضوء الشمس. نتابع مجموعة من صور غباريات عسكول. بهذه الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.